اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سايبر تولك اللي تعودتوا بيه كل نهار الثلاث من ما 3:30 حتى الاربعه، نصيب ساعه فيها الروبريك امتاعنا، الروبريك اللي تعودتوا بها كيف العاده. نجموا تلقاونا لايف مباشره على الشان يوتيوب امتاعنا اكسبريس اف ام يوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023، وباش نكملوا بها زاد الجزء الثالث من القضيه اللي حكينا عليها الحقيقه في ثلاثه اجزاء، اللي هي سرقه البنك المركزي لبنغلاديش. رانيا معايا في الاخراج، محمد في الديجيتال، معكم اسامه كوتي ميكرو كيف العاده. بحثنا خبير البرنامج، الخبير في السلامه المعلوماتيه، سيو اي تي سي ونكست جي ار سي، محمد الحبيب قحبيش. مرحبا سي محمد الحبيب. مرحبا بك اسامه، ومرحبا بالساده المستمعين الكل. كيف العاده تنجموا تلقاونا وتتفرجوا فينا كما قلنا لايف مباشره على الشين يوتيوب نتاعنا، تلقاونا زاد موجودين على لينكدين. تو سويت نمشيو سايبر ستوري. سايبر ستوري كما قلنا لكم دونك باش نكملوا في الجزء الثالث والاخير من سرقه البنك المركزي لبنغلاديش. السرقه هذه والهجمه هذه اللي احدثت ضجه في عام 2016، 80 مليون دولار تم رصدها للفلبين وسريلانكا. كنا حكينا على حيثيات القضيه هذه، اللي قضيه شغلت الراي العام 2016 محمد الحبيب. صحيح اسامه، هي القضيه هذه كما نقولوا عملت برشا حس الى 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 في بوكو دو بوي. علاش؟ على خاطر اول حاجه المستهدف هو بنك مركزي، مصرف مركزي لبنغلاديش اللي هو سي اون انستيتيوسيون كبيره. يعني من المفروض انها تكون محميه اكثر من اللي هي تقنن السلامه المعلوماتيه في المصارف، هي اللي صارت عمليه السرقه بتاعها. وعمليه السرقه صارت بطريقه ما نقولوش سهله، لكن صارت بطريقه اعتمدت على لا فوت هيومان، الغلطه نتاع البشر، اللي هو عن طريق الفيشينغ او عمليه الاصطياد. حكينا على 80 مليون دولار صحيح، لكن كما قلناه في الحصه السابقه كانت نجم تكون اكثر، كنا نجم نحكيو على 200 مليون دولار. والاتفاق بالعمليه هذه اللي هو في البنك في المصرف المركزي لالمانيا، اللي هو قام بعمليه لاليخت، وقام بعمليه لاليخت باش وقفت الهجمه. هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه انه اذا بدنا نعرف المحافظ المصرف المركزي لبنغلاديش قاموا بطرده. علاش؟ على خاطر الحمايه ما كانتش متوفره بالطريقه، يعطيك الصحه، بالطريقه اللازمه. هذه علاش عملت ضجه كبيره، ومنها هي من العمليه هذيك ومن عمليات اخرى. سويفت خرجت، سويفت سي اس بي اللي هو كيما حكينا سي ان ستاندارد دو سيكوريتي، سويفت كاستمر سيكوريتي بروجرام اللي هو مطالبين به المصارف في العالم الكل. نحكيه على ما يقارب 11,000 مصرف في العالم يلزمهم يقوموا بعمليه الاسسمنت نتاع سويفت سي اس بي كل عام. اخر اجل عندهم يكون 31/12. وعلاش حبينا نحكيه من البيريود هذه؟ اول حاجه انه راهو ما نستحقوش باش نكونوا في اخر وقت، يعني في شهر نوفمبر ولا ديسمبر باش نقوموا بعمليه الاسسمنت، هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه باش كيف يكون فما خطه عمل، تكون خطه عمل من الاول بكل، ونلقاو الوقت والمتنافس باش نجموا نحطوا الاصلاحات اللازمه. احنا حكينا في الحلقات السابقه يمكن زاد على الحاجات اللي تخلي باكثر حمايه، وحكينا معناتها على النصائح حتى للمستمعين بتاعنا، وهم الحقيقه انت عدتهم معناتها الحاجات هذوما، معناتها لي بروبوزيسيون هذوما اللي هما من 7 و11. هما لا، هما نحكيو على 31 كونترول. يعطيك الصحه، نحكيو ثم اهم النقاط. يعطيك الصحه، 31 كونترول فيهم تسماو مانداتوري والادفايزوري، يعني فيهم لي كونترول اللي اوبليغاتوار لازمنا نحطوهم، وفيهم الادفايزوري اللي هما النايس تو هاف، معناتها لي كونترول اللي نجمو نحطوهم كيما ما نجمو ما نحطوهمش، ما يحاسبوناش بهم سويفت. لكن لازمنا نعلموه انه راهو كل كونترول ادفايزوري فما بروبابيليتي كبيره انه راهو في العام الجاي يولي اوبليغاتوار، يولي مانداتوري، معناتها راهي كل عام تتبدل. يعني الفيرسيون تاع 2023 مش هي الفيرسيون تاع 2024، مش هي باش تكون 2025، مش كيما كنا نحكيو على 2018 و2019. كي اي بروجرام معناتها يتطور مع الوقت. يعطيك الصح، يعطيك الصح. ويمكن للتوضيح نتاع الساده المستمعين، لو كيف نقولوا بروجرام ماهوش برمجيه، كي نقولوا بروجرام يعني هو مشروع دي كونترول يلزمهم يتطبقوا. في الحصص الفايته
وسابقا كنا نحكيو على لي كونترول وعطينا فكره مبسطه ومبسطه وشامله على لي كونترول، لكن في الحصه هذه باش نحاولوا نحكيو على لي كونترول ونكملوا نزيدوا نعطيو بسطه للساده المستمعين شنو هما لي كونترول اللي يلزمهم يتحطوا. الكونترول اللي باش نحكيو عليه اليوم ولا لي كونترول باش نحكيو عليه اليوم باش نحكيو على الكونترول اسمه فيلنرابيليتي مانجمنت او اداره الثغرات، اللي هو شنو تتمثل؟ تتمثل في انه يكون اي مصرف يلزم يكون عنده برنامج لاكتشاف الثغرات. كيفاش يشتغلوا البرامج هذوما؟ البرامج هذوما والا سامحني لي سوفت وير هذوما اللي هما تصير الانستالاسيون في وسط الزون سيكوريزي نتاع سويفت ولا البرامج زون سيكوريزي نتاع سويفت، لكن الاوبجيكتيف نتاعهم الهدف نتاعهم هو اكتشاف الثغرات. كيما حكينا قداش مرة قلنا راهو الثغرات راهو كل يوم على ثغرات جديده تظهر في البرامج، يعني كسوا في الميكروسوفت في كل حاجه، معناتها كل اكيبمون داخل في الزون سيكوريزي زون سيكوريزي سويفت. نجم يكون اكيبمون ريزو، اكيبمون كومبيوتينغ، نجم يكون بي دو ستوكاج، نجم يكون بي سي عادي، ديما معرضين للثغره. الفينرابيليتي سكانينغ والفينرابيليتي مانجمنت هما تطبيقات تقوم بعمليه اكتشاف الثغرات، يعني يكون بها اتصال مع الانترنت تهبط سكون ابل احنا لي سيناتور نتاع الثغرات هذا وتقول لك تاليرتيك تقول لك رد بالك راهو ليكيبمون هذا والا البرنامج هذا راهو فيه الثغره في لازمك تصلح به. اللي لازم لنا نعرفوه انه راهو برامج اكتشاف الثغرات هما برامج يتكلفوا فلوس غالي غاليين شوي، ونلقاو ديما ليكيب نتاع نظم المعلومات يعني الفرق نظم المعلومات ديما مع الاداره العامه انها تجري باش يشريو لها البرامج هذه. لكن اللي لاحظناه في كثير من الـ من الـ من الـ من لي ميسيون دوديت اللي ريناهم يمكن باش يتغشوا علينا شويه ليزيكيب انفورماتيك، راهو ما تصيرش عمليه الاستغلال الكامل تاع البرامج هذه، يعني نشريوها نحطوا عليها فلوس لكن ما نستعملوهاش بالطريقه الانسب. معناتها نستعملوا نسبة معينة من البروجرام كامل. يعطيك الصحة. بخلاف هذيك راهو لازمنا نعرفوا راهو الفينرابيليتي سكانينغ عملية دورية. It's a periodic scan. مش معناتها periodic scan؟ معناتها راهو مش تستعملها مرة وتقف. لا، يلزم ديما تستعملها، وكيف نقولوا الاستعمال نتاع الفينرابيليتي سكانينغ، يعني إذا كان السوفت وير نتاع الفينرابيليتي مانجمنت خرج لك مشاكل، لازمك تصلحها. موافق؟ معناتها راهو مش الاوبجيكتيف نتاعك انك باش تخرج هما المشاكل نتاعك، لكن باش تخرج المشاكل وانت تقوم بعمليه الاصلاح وعمليه معناتها الباتش مانجمنت. وتو ان شاء الله زاد في حصص اخرى باش نحكيو زاد كيفاش تصير عمليه الباتش مانجمنت وشنو هما الوقايه اللي لازم نعملهم في الباتش مانجمنت. لكن اعطينا توا نحكيو على الفينرابيليتي سكان. سويفت سي اس بي تقول لك راهو يلزمك تعمل ان سكان دو فينرابيليتي، عمليه اكتشاف ثغرات بصفة دورية. صحيح نعملوها بصفة دورية، لكن نعاودو نأكدو للمتدخلين الكل راهو إذا كان عندك رابور دو سكان دو فينرابيليتي لازمك تصلح. هذه من الحاجات اللي لازمنا اللي نلقاوهم مالوروزمون نلقاوهم في ليميسيون دوديت الكل، راهو موجود البرنامج نتاع الفينرابيليتي سكان اكتشاف الثغرات، لكن الأكشن بلان ولا بلان داكسيون ماهوش كامل، ما يصيرش عملية التطبيق نتاعو بطريقة طريقة كاملة. يعطيك الصحة. به. يعني نصيحة نعطيوها بصفة عامة، يعني تكون شركة صغيرة مصرف اللي هو ديما نحميو لي سيستيم اون فرونتال. اش معناتها لي سيستيم اللي عندك اكسبوزي لبرا وهما أكثر سيستيم أكثر الأنظمة اللي معرضة للاختراق. يعني تبدا بالأنظمة اللي عندهم اكسي برا وبعد تبدا تدخل الداخل انت والكريتيسيتي نتاع الانفورماسيون نتاعك وانت الكريتيسيتي نتاع الداتا. باش نتعداو توا للكونترول الاخر اللي هو الباسورد بوليسي اللي هو سياسة كلمات العبور. شنو هو سياسة كلمات العبور؟ باسورد تكون نعرفوا لي مود باس. لكن سويفت شو تقول لك؟ تقول لك راهو يلزمك تقوم بعمل بأول حاجة تقنين سياسة كلمات العبور، يعني نكتبوا باسورد بوليسي، باسورد مانجمنت بوليسي والا اون بوليتيك دو جيستيون دي مود باس، وبالعربي سياسه كلمات العبور. معناتها لهنا باش نزيدوا نفهموا المستمعين، فما استراتيجيه حتى في يعطيك الصحه لي مود باس. يعطيك الصحه. لي مود باس راهو ما يقفوش على لي مود باس نتاع التليفون ولا المود باس نتاع الاورديناتور نتاعك. راهو هنا نحكيو على نظام كامل، نظام كامل، نحكيو على لي سيستيم دو جيستيون دي باس دو دوني، قاعده البيانات،
نحكيو على سوفت وير اللي هما الانظمه نتاعك، نحكيو على لي بي سي، نحكيو على سيرفر، نحكيو على زيكيبمون ريزو، نحكيو على زيكيبمون ريزو سويتش الفاير وول، كلهم هذوكم يلزم. معناتها باش نعطيكم حاجه بتاتر تضحك شويه، تلقى انه الاورديناتور نتاع المستعمل العادي تلقاه المود باس تلقاه على 12 كاركتير وتلقاه يتبدل كل 30 يوم، وتلقاه مسكين يبدا يحفر في مخه كيفاش باش يلقى المود باس. ومن بعد تجي تشوف لي زيكيبمون اللي بهم دي سي اللي هما لي فايرول لي سويتش، تلقى مود باس عمره عامين، مود باس عمره 3 سنين ما تبدلش. تقول له علاش؟ يقول لك هذاك سي بوغ لا فاسيليتي دوتيليزاسيون، معناتها اللي حاجه تعودوا بها. لازم راهو سياسه كلمات العبور تتحط على الناس الكل، على الناس الكل. كيف نقول الناس الكل؟ من رئيس مجلس الاداره وانت هابط، الناس الكل، مش على خاطر رئيس مجلس الاداره والى المدير العام يتقلق مش يبدل المود باس نتاعو، اللي لا هو نحطوه في جروب وحده هكا يبدل مره في الستة شهور مره في العام. لا، من المفروض هو اللي يعطي المثال، هو يعطي القدوه، وهو اللي يكومينيك مع الناس الكل يقول لهم راهو يلزمكم تبدلوا لي المود باس نتاعكم. التوقيت المثالي لتبديل المود باس معناتها نقعدوا شهرين ثلاثه ونبدلوا، ولا ما فماش حاجه ما فم هو راهو اجا فسلك ما فماش حتى في سويفت ما يقولكش راهو يلزمك تبدل كل شهر ولا كل شهر. لا، هذه قناعه للحمايه. قناعه للحمايه. مثلا مايكروسوفت تقول لك بدل كل 42 يوم. فما دوتر ستاندار يقول لك كل 60 يوم، فما شكون يبدل كل 90 يوم. لكن المفيد تبدل بالبراتيك ما نفوتوش 60 يوم. ما نفوتوش 60 يوم. أول حاجة في السياسة، سياسة كلمات العبور وحماية كلمات العبور، أول حاجة يلزمنا نبعدوا على استعمال كلمات العبور البدائية. شنو هما كلمات العبور البدائية ولا الابتدائية؟ سامحني الابتدائية، ومن ديفولت باسورد. كيف أنت تشري ايكيبمون ريزو ولا كي تشري ايكيبمون ولا سوفت وير، ديما المصنع يعطيك معاه عادي، يعطيك معاه لوجين ومود باس باغ ديفو، اللي هو اللي باش تبدا بيه. حتى في ديارنا مثلا، في ديارنا دي كي باش تاخذ روتور وي فاي من عند فورنيسور دو سيرفيس انترنت، فيها مود باس الناس الكل نعرفوه. هذاك يلزمنا نبدلوه. علاش؟ على خاطر الهاكر ولا المخترق اول حاجه باش يجربها، اول حاجه يقول بالك شي ما بدلش المود باس، ما بدلش المود باس. فما دي مود باس ادمين ادمين روت روت كل ما هو واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذم الكل، هذم الكل يعرفوه. وراو فما دي ديكسيونير موجودين على الانترنت تو، مثلا ناخذوا نجم حتى في دارك عندك كاميرات سورفيونس ماركة معينة، ادخل حط الماركة هذيك، الماركة نتاع الكاميرات سورفيونس هذيك، وحط ديفولت باسورد، وتخرج لك راهو لو مود باس بار ديفو، ونأكد لك انه راهو 60 كان مش 70% باش تلقاها، باش تلقاها موجودة، روحك ما بدل، باش تلقى روحك ما بدلتهاش معناتها المود باس نتاعك. هذا النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، لازم يكون المود باس نحكيو على سترونغ باسورد، وإلا لكلمات العبور القوية. شنو هما كلمات العبور القوية؟ اللي هم لازم يكون الطول نتاعو أكثر من 10 كاركتير. 10 كاركتير معناتها إذا كان المود باس نتاعك أسامة 1 2 3 4، راه تحسب قداش أسامة فيها من حرف وتزيد 1 2 3 4 تلقى قداش الطول نتاعها. لكن أسامة 1 2 3 4 صحيح طويل متباس يعني كعدد الأحرف اللي فيه، لكن سهل انه يفيقوا به. هذاك علاش يقولوا لنا ديجا هما 9 ماهمش 10. يعطيك الصح، مع الحروف، مع الحروف هذوكم 9 باهي، نزيدوا 5 3 4 5 باهي. اما سهل، سهل معناتها نجم نلقاها فيها، ولا تحط اسامه ودات دو نيسونس نتاعك يعني تاريخ الولاده نتاعك اسامه، وتحط مثلا اسم 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 زوجتك جمعيتك، وجمعيتك اسم اللي هو هذاك الكل لازم نبعدوا عليه. باهي، يلزم كلمة العبور تكون فيها سامحني ممكن بالفرنسيه لي ليتر ماجيسكول مينيسكول لي كاركتير سبيسيو واللي شيفر. شو معناتها؟ معناتها لازم يكون مثلا اسامه نجم نحط الاو ماجيسكول، الاو نحطها مينيسكول، الاس نجم نعوضها بثمانية مثلا، نعوضها بثمانية ولا نعوضها بعدد خمسة، هي كيما الاس كيما عدد خمسة، نكتب 55 في بلاصة اس اس. الاو نجم نعوضها بار اكزومبل باتوال، الام نجم نعوضها بدبليو نقلبها، هنا لين نخلط انه نلقى كلمة عبور سترونج باسورد. الحاجة الثالثة، يلزم كلمة عبور تتبدل بيريودك تشينج، يعني يلزمها تتبدل بطريقة دورية.
طريقة دورية نجم نبدلوا المود باس نتاعنا مرة في شهر مرة في ثلاثة شهور. وهذا راهو نحكيو سويفت سي اس بي، في سويفت سي اس بي من فضلكم نبدلوا لي مود باس اللي عندنا في ليزيكيبمون في الزون سيكوريزي سويفت الكل، من السويتش من الروتور من الروتور من السويتش من الفاير وول من 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 كل شيء يتبدلوا لي مود باس نتاعهم. واخر حاجه اللي هو كيفاش باش نخزنوا لي مود باس. نعرفوا انه راهو اذا كان باش تحط مود باس صعيب شويه، وبالضغط اللي عندنا في الحياه نتاعنا صعيب باش تتذكروا تنساه. كيفاش اسكو باش نكتب على ورقه ونحطه في جيبي، اسكو باش نقعد ندور بيه، باش ندور بيه نحطه تحت الكلافي نعلقه في بوستيت. لا، هنا في السايبر ديفايس باش نحكيه على كيفاش نستحوذوا على المود باس نتاعنا. وكذا هذا في سايبر ديفايس نخليو الساده المستمعين يسمعونا باش نعطيو نصائح كيفاش نستحفظوا ونستوكيو المود باس نتاعنا. هو الوقت يزرف فينا دوك باش نمشيو تو سويت للسايبر ديفايس.